بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خش براية دار، صلاة خود سر وابن، اتجال خلاكة قادش برنامج وبرنامي مجوى إسلام أه بينران قهداران، بوريدا، ما أه بحث وكلين السر، حركة خوارجا، هرد وطاهت ويبا يعني طاي أزارقة وطاي صفرية هردوكا ما هرج دست بيكا بيدا بناوانا وحتى دماهيك السر دست حجاجي حجاج بن يوسف الثقفي أف أمير بن كي زمان الدولة الأموية ما أو صحبته حمي كرن في خلق بوري هكا البرابة ما جواندا بيباكو أفروكا السر شورشا كادي باخذين شوان شورشت هاتنا دجي دولة الأموية اوجي شورشه عبد الرحمن ابن الاشعث عبد الرحمن ابن الاشعث اي كشوان شورشه خلكي عراقي دجي بنماله امويه انجام داين تشكو جالكس شورش خلكي عراقي بيرابين دجي دوله امويه اي كشوان شورشا شورشا عبد الرحمن ابن الاشعث بي. يهاجيه بيجين هندي شورشك دجي بنماله امويه يعني دركاتي السر أساس بنيات مذهبي بن بجا خوارج بن كو يعني خلفيوان يا يو عقائدي يا فكري مذهب خوارج بي يا جي بن كو ام بيجي مذهب الشيعي مذهب الشيعة يعني بال دار بن باكي بال بين بوهر حركه قاديا خلق العراق بي رابين بن امويه اما شرشا يا عبد الرحمن بن الأشعثي السر أساسك حزبي يانجي السر أساسك مذهبي نها تا اه تشيكرن وإنما ابتنى أو كربو عينات هفريكيا اتناف برا حجاجي اتناف برا عبد الرحمن بن الأشعثي دا أفبيا أجر عبد الرحمن بشورشك رابطا دجي بن مالا أموية اه خشكو برايت عزيز اه سبب السراقي يانجي 30 اکیا شوراشه عبد الرحمن بن اشعثی اشکی لري دست بگیر او چوا دست بگیر یا حجیہ بجین هندی او صالحت کو حجاج طمرندنا اخر خورجا و مجیل ات وی فتره حمیه دا ولاتکه ش ولاتت منطقه فارس کوتنه سجستان ملكي في منطقي جوالية في منطقة منطقي راتبيل راتبيل باشا منطقة ساجستاني بي هرچنده فتوحات فتوحات اسلام سرزمان دولة اموية او منطقة هات سوزنا وغيرتن سوزناميك اتنافبرا دولة اسلامي و هروسا في يعني باشا هدا باشا راتبيل باشا منطقة ساجستاني هات بيها مور او دي و اطاعة و دولة اسلامي بكن و بنمايت و سوزنامي دا عهدو يعني جوان عهد هات يعني بسين هر دولا مور كربين وجا حجاج بن يوسف الثقافي يانجي جي بيجين جيشا يا دولتا اموية يا مجيل بي أب خوارجا و او شرد بردوام اتنا برا خوارجا و جيشا اموية دهاتي كريم تايباتي لسر بشت في لسر زمان حجاج بن يوسف الثقافي دارتا اموية بخوارجا و مجيل بي ملك يانجي باشا يساجستان غلق تمرد كر يعني خرابي كرين و او عهد و سوزش كاندن غلق جارا و جزيا نوريد كرو صلاح حفتي و بينجي بشتي حجاج بيا ولي عراقي ولاة عراقي السر سر زمانوي طبعا ابيديا راتبيلي ومنطقه ساجستاني جزيا نفركر بشتي حجاجي ما ماترسيا خوارجا ابدوماهيك بنتن صلاح حفتي و هشتي هجري و دوماهيك شر اتنابرا جيش اموية و و خوار جدا هات یا انجام دان سال هفته و هشت بیب دومایک حجاج ما بطل برانبر هر تمرد الكيري الکیری پیدا او دست نخوشیت منطقه سجستان باب سرمان چه کرین دولت اسلام چه اوش همیا پتر جه قهرو و نخوشی بیم با حجاج برنده حجاجی انیاد کر بریار داکو بچتن يعني اه ملكه ي سجستان الحديب راستينت وجركدي ويناجاركتن جزيه وركتن و يعني سر بيتيو اسلاميه انجام ندادن رابي جيشا كا گلاكم مازن برهفكر إب پسر كردياتيا عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر قائدة قائدكش قائدة جيشا بسرمان سرزمان دولت امويه صلاح حفتونه اف جيشاها، كهات بيا تشيكرن ليكدان اش ولاتا كوفا ولاتا بصرة كو هاردو هردو ولاتت... هاردو باجرد مازنة ولاتا عراقنا اف جيشها برف يعني روش هلاتي فاتشو برف منطقة ساجستاني فاتشو سر كرداتيا افي سر كردي في, في عبد الله بن ابي بكر عبد الله دست بيكي شيا يعني اشكستني بخطر ريزيت يت عوان و دولتایان جي ويلاتها ويلات ساجستانه او گلك اردوانا وغير او گلك غنيمتج و انستاندن هر ملڪ و منطق ملڪ منطق ساجستاني راتبيل مروه کي شارزابي و ديار گلك سربري تين ي شارزا دانان خطه و پلانت حربي دا رابوصا خا ديار کي بوجه شاب سرمنه کويشت کي عربي بجنه تقهر يعني خوش كان البرامبر جيشا بصرمانا والرافي بصرمانا جي يعني الطماعيب اه بتر يعني عرضا كيركو بين فاكرينو بتر غنيمي الديف حتى جهشتنا جيشا بصرمانا يعني اه وكي قوتي محاصرة بتناف هندك جاليا هندك نهالا وهندك هندك رزدا وهندك جيادا وصا ادي ايدي مجال نما تنا بيجي أبي ملكها ملك منطقة ساجستانة يعني تحالف هف بيمانيات جل جيشة تركا كري سرزماني سر زماني كو بشتي جيشة بصر مانا داخلي فان جليت طنق ببن أو دريت جليا لي بگرن أو اشپشت بشت وابيني و في جاداشنكا جيشة بصر مانا اب في رنگي بكفتت چاكوچي وصنداني دا أو كاده بشتي انجي چفسري جيش جيشة بصر اين و فعلا جهار ولی هات بشتی جساب بجشاب صرمانه دیف رتبیلی چوی ملکه سجستان حتی گهشت یا منطقه که گل گلیت آسی و کیر موجود بین و چون جلیا داو ادی نشیم زفر نباد ترکا بشتا جلیلی یعنی دوید گلی گردن او کتنت نافدا تاریخ بیجت یک مرو و بتنجی شوی جش نزفری و همه کردن اتوان گلیت کیر دا روش آواه ی عالم اسلامی

حجاج بن يوسف الثقفي أفا يي وكي أو جيشا فريك في منطقة وبيا أجرك وأف جيشا يعني فنا ببتن إكبتن جي نزفرت أفا. حجاجي حجاج دبارة فيا طول تولا جيشا بسرمانا مانا فاكت عقوباكا جالكا بإيش وجان بدتا سردفنا يا ملك راتبيلي ملك منطقة ساجستاني رابي رسالة بو خليفة دولة أموية هنر بو عبد الملك هنر غتي هاكرتو يعني دليفي بيديمان دي دوباره چم جي شكادي ماستر بم از دي منطقه جارا كادي فتح و او از دي ابي مالكي يعني دخ قد مسردف نووي از دي تولاج شب سرمانه له أه وك عبد الملكي يعني ازن حجاج بن يوسفيكو دوباره جارا كادي بچ تولا بسرمانه بتوكرن او منطقه بتا يعني امن كرن اشلوي روش حالاته جيشك جلك مازن جماروان ادجهشت كل هزار دارا برجارك جل جلك مازن بوفي جيشها اش حسبا بغرا وش سلاحي وجاكي بجرا وش زري وكم زري وجلو باربشتو وكي قوتي يعني زينو برو عن طابت يت حسباو ويعني تشتكي جل جلك مازن جيشك جلك

دينار تزير الفي هاتنا صرف كرين جيش هكا بريكوبيكو بريكو بيكو يا جوانو بهيبات حتى تقوتني جيش الطواويس يعني هند جوانو هند وقت بريك هاتينو تشوين اه وكي طاوس هكي خملان دي طبعا بدر كاتنا وان جيش اش عراقي در كا جالكا يعني بشوازه عسكري جوان در كاتن بي يا خلكي حتى نوفي في جيش تقوتني جيش طواويس خشكو برايت عزيز يا هجيا بيجين كاف جيشا ها جيشا يا حجاجي فريكري افسر كرداياتيا عبد الرحمن بن الاشعثيه شورا جيب نافي وجي جيب او قائد سر في جيشيا افا اسي يعني سبب السراكي تشيروكا يا هل كرنا تشريسكا ايكيا اجري افي شورا شيكا تشاوى هلبي أه ادبيجن خلافك قوي يا بهست نافبرا عبد الرحمن عبد الرحمن بن اشعث وهو حجاج ذهبي بري هينجي اكودونات فيا ادبتجي احتمال حجاج لو ما عبد الرحمن بن اشعث دس نيشان كر ببتا قائد أوجه شاتش اتبت ادبت احتمال ان يطوي ابدا دليبي بكره بس هر جوابتن دليتوانا برامبري اكودوت صافي نبين كربكا مازن الدلت هر دو كذا حتى وقت حجاجي عبد الرحمن بن أشعث يعني هل بجارتي بتقايد في جيشة بيشت مامي عبد الرحمن تقول إسماعيل بن الأشعث ماموي رابي شو دف حجاجي يا حجاج قلت قوتي بله قلت ما عبد الرحمن ناس غوتي بلي ولا أزباش ناصتكم قلت ما نزاني أو كربوعيناتا تدليويدا دا چوا درات بي يعني قياده وجيشان د مازن د تسليمي عبد الرحمني دي ازل باور ما گل گاوا او الجسريه فراتي درباز بي پر فراتي درباز بي چولايدي گوتي او ايدي گهدار ياتانكن و ده الاي دژاتي او اسيان البرامبري تا راكت اين حجاج هر ويل گل اخفتنا اسماعيلي اسماعيل بن الاشعفي اكثر تركينش پشتوي هات وطرصة كان مزن ابسر سرو سيماي حجاج دها تخواري زاني كو خلت يكا بس حجاج بخط طبيعته بهو هو صابي شجات خانات انا داري او كاري او تكت كاري كي نروايا ينجي رابي قوتا اسماعيلي قوتي يا اسماعيل قوتي بلي قوتي عبد الرحمن هندش ما ترصد حتى نشت شكاريت يتندرس برامبري من بكت وهند يعني من بارا و سروت سامان يهي از بشيم ولو يبكي مجلزوي هر اس يعني محفير سور صور برايخم و دا بکم بو دیوانا ديوانا يعني البربيتوي اب يعني اتناف برا ترسي و هر واسا ترغيبي و ترهيبي دا از اتشم عبد الرحمنى را جرم و نهيلم سري من جي اب و هر يعني إب... يعني بارابت بتاسوي قانع كم بارا خشكو برايت عزيز في يعني إه حجاجي جواب اسماعيل دا قوتي عبد الرحمن بن اشعف نويرت يانجي نشيت اش بن اطاعه وقهدار يامن دار كبت بشتي جيشا عبد الرحمن بن اشعف في منطقه سجستاني وكي هرجار غطي راتبيل ملك سجستان جلگ ترسا ترسا كجلگ مازن إشبر هيبتا ويجيشه كده دليوي ده. دا. رابي داس بي كدا خوازة صلحية كده. دخوازة إش عبد الرحمن بن إش عثيكر رسالة كجلگ جلگا إبديلة كينازك نويسي غطيه عبد الرحمن غطي بله تدا نويسي غطي إس جلگي حشيمانم من دجاجات دولت إسلامي كري إس

جوتي هربيجا باشا راتبيلي اس صلحي الجلوي مورناكم واس هاتي ما فيري حتى اس دستو بيتوي قيد زنجير ناكم ولا وي بسري دا نهل وشينم غنيمه ولا وي حميا نبم و ي برامبري مات راوستت نكوجم، ناكوجم اس اش روش حالاتي جاركادي نازفر مبا خصا رساله كاب بو قاصدي گوتي هر ها اوا موقف منو چجاراجي یعنی خوینا بسرمانہ لوی حالا ناکم کیفا خپینا نیم و از چ جاراجی الصلح الجلوی مور ناکم دساوا ماگوت بستیو رسالہ یا وکی گوت دبدی وری کلی شری داس پیکر شری داس پیکر او جیشا بسرمانہ ماگوت گلاک اپ قوت او یاب هیزا اشلائے روش حالاته ابناف ولاته ی سجستانه دا چوخاری گوند برگوند باجر بو باجر خاتنه فتحاکر دسته کې راتبېلی پاشا راتبېلی وصه زر کرکو عبد الرحمن بن اشعاف او جوای کی عبد الله بن ابي بکرای هنټي شورا زانین را بي هر او پلانا بري الگل عبد الرحمن یی جې اب کار اینا کیش پلان او پلانا مګوت ی وخت خوښ بربش کینتن حتا بصرمال دی بچن وانا جاره بو جاره دوی یعنی به خط طوان جالیه طانگو طوری دا جاره کدی پلانا کدی گل ترکو دوباره بکتناو او اف جي شهاج شنو بچتن ربلي افهزره بخاکره اف پلانه بخوده اینا بله پا عبد الرحمن بن اشعث غلقلق اشور ازابی هدی هدی تنف ولاته یانج ولاته شاد سجستان دا چوخاری او هر باژ رکیان هر گنده کی فتحاکر باژی یعنی کوما کا جیشل گلقائده کی هلال پشتخوا یعنی تهیلا البشتوا دا پشتاویا تامین بدن کو هکر ایکش پشتو هر شی به گتسر جشاب سرماره طبعا ابجی پلاناګه لگا کا محكمة بي او ګلق شورزای عبدالرحمن بن اشعفی دغه خطوي دا یان جی وی پین کا وی دا دیار کړت او عبدالرحمن بن اشعف وختې اشلای روش حالاته او ولایتا یا ساجستانه دا چته خوري او پهشتک یوهه حیمایا وی پکت وی پارز دا نوابی عبد الله بن ابي بکر رحمایي چوي و کی انسان کی پچد بنه بحر کی او یی وختای اش ای کی کوت حواروی بیت هکر طنګوف بی طبعا انا باجي احتمالا اتبتا اجركي سراكي كو قائد شو جرى احتمالات البرجاف ورناجرتنو وهمي وقت اجي بعربي بجنا خط رجعه يعني بين غافك بو براو باش نبتن كو هر غافك مروف طنغابي براو باش بدا قرطال عبد الرحمن بن اش في ما قلت هوصا بلان اخوا دينا ما قلت هر يعني باجرك فتحا كيربا هر منطقه كا فكربا جيشك الويري اكنجيت كير كامل قائدي اتكر دا بشتا وانا حتى يعني يعني و پرگارا و جشی جی کامل تسلیمی قائدی ادکر دا پشتا وانا بپارست حتا ولاية سجستان یا ولات سجستان نیوی فتح کری یعنی نیوی کا ولات سجستان فتح کر وکی ما گوتی دست هاویتی پر چه کرن سر ری بارا و يعني قلع آوا کرن و غنیمه که بی حساب اش سروت و سامانی و ورا پارا یعنی اش في ولاتي هستان والحدكي عبد الرحمن بن أشعس راوستا وقت راوستاي جيشي قائد الجيشي قلت أز بني تبوش راوستاي قلت من بلانك يا هاي يانجي من بوشونك يا هاي أزي طرح كمال جلوة هكار موافق بنت جل من قلت كرمك قلت جاري أفا اش دس بيكي وقت أم هاتين وحتى فيقا في أفا ما نيفكا ولاتي ساجستاني ما فتحك وما يعني حد كي جلك زور جمارة كزور سربت السامانة قط ما هي يعني بدست إيناي. فيناي أم دل فيري راوستين أم دي حدود خوا يعني جلك أصي كين الفيري وده وكي قط خطة كدفاعية يا بهز قوات دي ديني نابينا خاب دجمني أم دل فيري راوستين حتى أم أبي غني ما كين بو كين إسلامي يعني فتجرين وجارك دي عراق بين دمشق و ودابين اخوجيفاكين اوا شانت حيوه ودانساله كتقريبا نسكي شش حيوانه امي شريط كين امجي كتواصطاي صاله بيت هاكر خودي حسكتن غوتي بيستي ام يعني بي 3 لاوت ركوبينين في اخر دا وبشتي ام يعني بلانكاديا محكمتر يا شارازاتر شارازاتر بين بيتر دوي منطقه دا دي صاله بيت هكر خدي حاس كتن شكا دي هيرشا قد يا مصدر كين ولاتي ساجستاني و ام دي افي اريشاها ابدو مهيكيني قايدة جيشا يا بصرمانا هميا يعني رزامان ديا سر بوچونا عبد الرحمن بن اشعثي ديار كر و يعني هميا بيكفا بي بي قد ام قايلين ام ما قبيلة قد ام راوستن حتى الصالة قد جارة قد ام جيشي يعني بحركينين ولاتي ساجستاني رزقار رابي عبد الرحمن بن أشعث راد رسالة كيت بوكي بو, كي بو حجاج بن يوسف الثقفي كو أفا عراقية و أفا يكو أفجي منطقة يا ساجستاني رسالة دا أي حجاج بشتي الصلافة ما بريار دا كو أم وأم وأم و غنيمة همية نقل كين بو عالما يعني بو دولتي شنيك الصلابات أم هيرشيب بكينا

عبد الرحمن بن أشعثي وديار حاشا قوتي تنويري يعني تطرسي تنويري حاشا وقسيش كاستيجي يعني قوتني قوتي لوا توي راوستاي واختي يعني رسالة حجاجي قهشتيا عبد الرحمن بن أشعثي عبد الرحمن جارة قائد قائد جيشة بصرمانة همي كوم كرنفا و رسالة حجاجي بوانا خوان قوتي أفا جابا حجاجي حجاج قبل ناكب وحاشا قصيد كريتت قوتي نما و يشكستيت قوتي نما بريار بريارا ويا على أساس قوت أم يعني بردوان بين قائدة جيشي هميا بيك و قوتي لا سمع ولا طاعة للحجاج حجاج هي العراقي أو تش ميدانا شريط زانتن نعم قهداري بو حجاجي و أم إطاعاوي جناكين ام خدانت بريار نالفيري ام دير شرير رابستيني و او چت بلا بكتن اينا آه بشتي يعني آه عبد الرحمن بن اشعف بشت راز بيكو جيشا يا بسرمانا حمي بشتوانو هاري كارا بويل القلب و چوناوي آه رابين آه يعني اهدو سوس عبد الرحمن بن اشعفي جفي جيشا همي ورگرتن گوتي مادم يا حسان حجاج يعني هو صار يرفع هذا الجل مكتوب أفقا ست كريت الجوتين أم ده رابين جيشا كيش في جيشة وقتين يعني بارجاء كيش في جيشة أم ده وقتين أم ده هنداك هيل في منطقة دا دبارة جرا كادي كارسات ريندن أم ده رابين تشين لازمة أم حجاج إيش عرش العراق بيخين يعني أم ده حجاج إيخين وهكذا كهتلا ماجي أم ده وي إيش نابينو يعني كوجين أف جيشا عبد الرحمن أفا ما جود دست بيكا شورشة عبد الرحمن بن أشعثية عبد الرحمن بن أشعث اشلايروش لا حالاتي باش منطقة ساجستاني بسر يا جيشكا احتماليا نزيكي بازدا بيست هزاري براو عراقي باتيتن بي ان يتيكو عراقي و مسالة نابينا خو و يعني صافي كتن أه يعني بريفا اف جيشها هندك غورين دي كتنات بوچونت في جيش دا. حتى جيش اش حالاتي عراقي جوتي احتمال ب خلك منطقة منطقة يا عراقي إش نبين الرشلاتي وحتى هي عراقي عالم جهشتة يعني عبد الرحمن بن أشعثي خلك هشتا دليوان هي كلها بو اه أودي بو اه كشتنا إمام علي وهروسة مثلا يا حسيني ويا حسني وهشتا شيعة عراقي جرك بينا سرخوا بينا بشتبان هاريكار احتمال بهزارها شيعة جرى قديهاتا بشتا يا عبد الرحمن بن أشعثي جرتو وان يتا هندي كبتنا عراقي ودجاتيا يعني شركي انجام بدن دجي حجاج بن يوسف الثقفي وبريفاجي نبس اذابتني وانما قوتي هكر ابدس مذاهات مع عراق يعني فاجر رابين قوتي اهدي خجيان يعني بيع خجي لقال عبد الملك يشيشكان خليفة دولة أموية يعني افشو رشاها رشا عبد الرحمن بن اس بن اشعثي كتت مرحله كديدا يا بتر ماتر سيدارتر وارمان جيتوان بارفراه لكن ارمان جيتوان ماجود اس كاچا وا كشتنا يا حجاج بيو جاركادي فاكرنا ولات عراقي بيو و بشتي بلنتر بلنترلي هاتن اوستي يي أهداف اهدافو ارمان جيتوانا كو اوجي يعني بيعال جل عبد الملك اشكوندر عبد الملك بن مروان اشكوندن و گوتي ام بيعي جنادي نوي ادي و هكب دست ما بهات عراق ام ده هرشي سر اموية هميا اشناف بين لوما يعني شورشكا جلا جلا قاب ما ترسي يا يا خطر بالسر سر يا اموية اف شورشها و اكي ما گوتي راستا چرهو رشالة يعني يد كير نينن و زيكا نشنيكا يا هاتيا و هالوسط برينا كأجي شو أودي نبين شو تجربة جنينن الجلفان أسبابه أجرت همي ما قوتين جل ادبيجن جديدة اتبجِن تاريخ دولة أموية دا شو شرشه وكيف خطر نبين السر خلافتا يا أوديا يا, يا بناملا أموية حتى ادبيجن عبد الملك اشترسيد في شرشه رأبي تندك تنازل كر بو يعني تندك شرط مرجدة تنازل جيبو عبد الرحمن بن إشعثي كيرن أبو أVECجيش أبو أVECجيشها هناك تنازل جي موجود إهكيرن. خوش عزيز. يعني عامر بن واثيلا عامر بن واثيلا الكناني آقل دارو أقلدارو ووزن فانت الجلك يعني يت منطقة عراقية. عامر بن واثيلا زانيكو ما جلكا مازن ياب البرانبر یعنی آینده دولت اسلامي او حکر افشورشا ا بازارها خلق بشتوانی ا بیت کتن سرکته نی بینت العراق او پشتینګه جاراکادی یعنی او و کی ګوتی کارسات ریدن دوباره به بن ا بیت نو برا جشاح یعنی خلافت حجازه نبین عبد الله کوری زبيري او نبین بن مال امويا او ديسا و شر پیدا ببتو اتناب يعني و چپرد شری اتنا بسرمان دا جارا کدی بسرمان البرانبری اکو در راستن چپرا ات چپرا دا یعنی البرانبری اکو در راستن اکو در بکوچن جارا کدی خوینا بسرمانا بهتر رشتن و جارا کدی مگود برین کدیا کیرتر یا ماستر که وقتا کلا خدا اوا یعنی اکی و کی مگود آمر بنوا آمر بنوا ثیلا ترساج به یعنی يعني اف آیندش نیکاده اتن رابی رساله اکبو عبدالرحمن بن اشعثی هنارت

سرمان و ایماندار ایکو دو بکشن او ایک یا دوی بزانه خلقی عراقی بوده نابطه مال یهاتیه جرباندن بری نوکه دی خیانت التکن هر گوکا گهشتن حدودت عراقی مال خواه و جنکت خواه و عیارت خواه ببینن سروت و سامان خواه ببینن دی پشتاتا بردن و ده هر ایک قصده مالا خواه کن تهید تنهیل المیدانه اف رساله ها عامر بن واثیلی بو اشعثی و هر وصا رساله قد يوي كي فيجي بو حجاج جهنار نصيحه لكرن غوتي هاكر جيش عراقي زفريافا يعني جيش عبد الرحمن بن اشعث زفريافا تجي ابوي حدته ود جواريه يعني برنغا برنغاريا وينكا غوتي شوازا كي دي هرنا ايكودو النيفار كي بغنا ايكودو بلكي برايني پیدا بتو او حق دو كربو عينات دليودا نبت اگر هند کو بسرمان بسرمانی بکوجن و جارا

مجود جهشتيا خبر جهشتيا عبد يعني حجاج بن يوسف الثقفي كجيشا عبد الرحمن بن اشعث يش روش اوفاي روش خلاطي فاتيت وقصتا كتن داخوزا يعني حجاج داخوزا امداد كر اش بايتختي خلافه اسلام دمشق اش عبد الملك داخوزا بشتافاني عبد الملك جي تخسيرينا كر جيشو بارغارا شري همي بو حجاجي ما قلت بشتيهنغي يعني بشتي مساعده وهاري كاري بهاتي اويجي برهويه تخا ديار كيرن برانبر جيش عبد الرحمن بن اشعث طبعا هلوستو موقفي مهلبي المهلب بن ابي صفره هلوستوي جلاجلاك ي جوانو ي بيروز بي اويجي وك انسان كي دل پاک مرو قنجي خاص و بو, بو علامه اسلامي اويجي لي سوال عبد الرحمن بن اشعث راوستا هندې ګوتې अवे नेक ان اووال بار هندې علامه اسلامي جره کوي دبرایيخه نه برواد برادې برای کوژتن او د بچیک اته بنو جنګ د بي جنبنو برسرمان دي ضعیف بنو لاوازبن یعنی هندې باقفه کیه یا اخرتنه کا جوان یا یا بیگ اینا نه یا جامریه یا باشي ګوت بل په هر دي سبب جه مخابنيه و اخرتنه و نه جه خو نه گیرتن برامبري حجاجی جدي سوره مستقیم حجاجی جدي سفا یعنی خو نه دای بر دوام بیسر بروليك دانيو مگوت كم كرنا پرگارا و بريك و اينانا جشه حتىكو مگوت جيشا عبد الرحمن بن اشعثي بگهت خش برايت عزيز دم انا ما اگر خدای ان شاء الله الخلكابت امدي بحثه وش ورشيكن او اشريط مظنت ظنت پیدا بنابرا سرکرده عبد الرحمن بن اشعثي و وخلكي عراقي بولاتا يا حجاج بن يوسف الثقفي اگر خدای حسك ان شاء الله الخلكابت امدي بحثه افان أنتجوا ماكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته